الاسترخاء مهم، فهو يريح الجسم ويساعد على استعادة النشاط. ستغلق الحديقة أبوابها الساعة 5. كم الساعة الآن يا مازن؟ 5:55. يجب أن تستعدوا للانصراف إذن. لابد أن تلفت انتباههما يا مازن. اكتب بخط كبير حتى يتمكنا من القراءة من بعيد. أرجو الانتباه، موعد الانصراف. انتظر، هناك خطأ فيما كتبته يا مازن. أرجو لا تكتب هكذا. الألف بعد الواو هنا زائدة، هذه ليست واو الجماعة لنزيد ألفا بعدها. هكذا أصبحت الكلمة مكتوبة بشكل صحيح. أين ذهبا؟ لا يهم، المهم أن تنصرفوا في الموعد. وقد قمت بعمل جيد وتعلمت شيئا مفيدا أيضاً.